السلام عليكم. ما شاء الله عنا بنا نسائي نخدمه بغرزتين، غرزة الأرز وغرزة الجرزي. غنستعملو إبرتين. هذا المقاس يناسب دوران الرأس اللي فيه 60 سنتيم. غنخدمو بالخيط على 6 شعرات والإبرة رقم 6. إذا كانت عندكم هاد النوعية اللي كيكون فيها خيط واحد، اتقرب تيكيتا اللي عليها يكون مكتوب فيها انها تخدم بالرقم 6. هنطلعو 62 غرزة. دائما في انشاء الغرز القطيب يكون تحت الابط، الكبة تكون على اليمين وفائض من الخيط يكون على اليسار. تشكلوا دائرة هكذا، لو عليها الخيط نوليو نشدو بالدائرة، ما يكونوش الغرز مزيرين. إذا أنا غادي نكمل 62 غرزة ونعود. دابا غادي نبداو الخدمة ديال غرزة الأرز. بزاف البنات كيتشكاو منا، كيقولوا باللي صعيبة، كيتخربقوا فيها فأثناء الاشتغال، بدل ما تخرج لهم الغرزة الأرز كتخرج لهم الغرزة الريب. فلابد تكونوا منتبهين مع الخطوات العمل وصافي. إذا أول سطر غادي نشتغلوه غرزة أمامية غرزة مقلوبة، غرزة أمامية غرزة مقلوبة حتى نهيوه بكامله. إذا أول غرزة غادي نشتغلها لأنها جات بداية السطر، ثاني غرزة غادي نجيب الخيط اللي عندي قلنا غنشتغلوها مقلوبة، الغرزة الموالية أمامية عدلة أو مسرحة، والتي تليها مقلوبة. اول غرزه نمررها ما نشتغلهاش، ثاني غرزه عندي فيها هاد البوكل اذا غنشتغلها اماميه عدله، الغرزه التاليه عندي فيها الفي غنشتغلها مقلوبه، نجيب الخيط اللي عندي. التالية فيها بوكل غنشتغلها أمامية، والتي تاليها فيها لفي نجيب الخيط اللي عندي ونشتغلها مقلوبة. صافي هكا غتبقاو مستمرين. هاد السطر وطيلة السطور التالية حتى توصلوا للطول ديال 6 سنتيم. إذا أنا غادي نواصل بهاد الكيفية اللي شرحت لكم ونعود. من بعد غرزة الأرز غادي نخدمو الجغزي واللي كيكون سطر كله أمامي مسرح عدل، والسطر الذي يليه كيكون مقلوب. أول غرزة لا أشتغلها، والغرز التالية كلها غادي تكون قلنا أمامية عدلة.
في نهاية السطر الأمامي آخر غرزة هتكون مقلوبة. السطر الموالي غيكون خلفي، يعني كل غرزة هتكون مقلوبة. أول غرزة لا نشتغلها، وغرز السطر بكامله قلنا هتستخدم الخيط اللي عندكم. فانا ان شاء الله غنستمر نخدم هاد السطرين، واحد امامي عدل واحد خلفي مقلوب، حتى غادي نوصل للطول ديال 12 سنتيم من هنا. انا غنكمل هاد الخدمه اللي شرحت لكم ونعود. في هذه المرحلة عندكم الاختيار، إما تخدموا بطول 12 سنتيم وتوقفوا إذا بغيتوا البوني لما يتلبس يجي مرفوع شوية فوق الشعر بحال اللي غادي نوريكم في الصورة بعد قليل، أما إذا بغيتوه يجيكم نازل شوية على الجبهة غادي تخدموا بطول 15 سنتيم. وصلنا لاخر مرحله اللي هي التنقيصات، نخدموها في 9 سطور، والتنقيص غيكون فقط في السطور الاماميه، اما السطور الخلفيه غتكون كلها مقلوبه. اول سطر غنشتغلو 4 غرز أمامية عدلة، بعدها غرزتان معا كذلك أمامية عدلة. إذا أول غرزة أمررها محسوبة ضمن ال4 غرز، الغرزة الثانية الثالثة والرابعة، هذه وهذه اشتغلهما معا للامام هكذا وكرر 1 2 يعني 2 3 و4، هادي وهادي معا. وكنواصل السطر بكامله، اذا انا غادي نكملو ونعود. اخر غرزتين هادي نشتغلوها اماميه، والاخيره في السطور الاماميه كامله المتبقيه غادي تكون مقلوبه. السطر الثاني غيكون مقلوب، غنكملو ونرجعو. السطر الثالث 3 امام و2 معا للامام، أول غرزة أمررها محسوبة ضمن 3 2 و3، هادي وهادي أشتغلهما معا 1 2 3.
السطر الرابع مقلوب، السطر الخامس غنخدموه كامل اثنان امام اثنان معا، السطر السادس غيكون مقلوب. غنشتغل هادشي اللي قلت لكم وانا عود باش نشوفوا التنقيصه ديال السطر السابع. تلاحظوا بلي الخدمه بدات كتجمع. دابا عندنا السطر السابع عندنا فيه غرزه اماميه وغرزه ثاني معا للامام طيله السطر، والسطر الثامن يعني قبل الاخير غيكون مقلوب. اول غرزه اللي نشتغلها كنمررها، والغرزتان هادو هادي وهادي معا للامام، غرزه وهادي وهادي معا للامام. قلت غادي نواصل بهذه الطريقه، السطر الثامن قلنا غادي نخدمه مقلوب ونعود. بعد ما نكملوا السطر السابع والثامن عدد الغرز المتبقي 22 غرزه. الان غنشتغلوا السطر التاسع غرزتين معا طيله السطر، خاص يتبقى عندنا في النهايه 11 غرزه. تامنا؟ اذا هذا اخر سطر كنشتغلوه في هذا الموديل، نجمعوا غرزتين معا هكذا. قلنا طيله السطر انا غنكملو ونرجعو. صافي غتقطعوا الخيط تخليو كميه الكافيه للخياطه، غتركبوا الابره وتجمعوا الغرز ال11 فيها. هاد البنية ساهل، شفتوا البنات ساهل جدا. المرحلة الوحيدة اللي تحتاج شوية التركيز هي المرحلة ديال التنقيصات، وهاد التنقيصات ولا بد منه في هاد الموديل باش كيجي البوني ملي كيتلبس كيجي مجموع على الرأس، ما كيجيش هي واحد تنفيخة او يجي مقبب وهو ملبوس. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اذا بعد ما كنجمعوا الغرز كاملين في الابرة هكا تجر الخيط كيتجمع الراس ديال البوني، والخياطة بهذا المكان تكون في الظهر. غادي نجيب الإبرة هكذا ونزيار مزيان مزيان بحيث ما يبقى شي فراغ. انا من الغرزة الثانية باش نثبتها مزيان، غرزة وسط غرزة. صافي انا ثبتها. الان غادي نخيط على الوجه بحال اللي كنا كنعملو في يعني بحال اللي خدمت معاكم التقاشر او البانطوفات بنفس الطريقة، ولكن انتبهوا هنا خاص هاد الغرزة ديال الروز ما تجيناش فيها ديكالاج، ضروري تقابلوهم مع بعض دبوس. وغادي نبقاو ماشيين غرزة من هنا وغرزة من هنا حتى كنكملو الخياطة البني كامل. بالنسبة للبنات اللي بغيو يزينو هاد الجهة بجوهرات او بعقيق، تخدمو التنبات والبني مفتوح باش يجيكم ساهل عاد خيطوه. اذا انا غادي نكمل هاد الشي اللي شرحت لكم ونعود.
ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في فيديو اليوم وتكونوا اضفتوا لرصيدكم المعرفي معلومات جديدة. اشكركم على طيب المتابعة، دمتم سالمين.